السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف ألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب كيكة البرتقال اللي كتجي رائعة بزاف، مقادير جد بسيطة وموجودة في كل منزل. عندي هنا تقريبا 4 البيضات بحرارة ديال المطبخ، وعندي هنا 2 خمارات 8 غرام 8 غرام، يعني عندي 16 غرام. هنايا عندي هنا نصف كأس من الزيت، وهنا كأس مملوء من عصير البرتقال، وهنا تقريبا عصير حامضة، هنا كأس عامر يعني القياس نفس القياس تاع الليمون من السكر سنيدة. هنا عندي ليمونة، يعني قشر تاع الليمونة محكوكة مع حامضة، وهنا الدقيق تقريبا عندي زلافة تاع الدقيق، يعني كنشوفو حسب الخليط اللي كيخص كنزيدو. إذا خصنا دقيق كنزيدو، كناخدو المهم الآلة الكهربائية كنوضعو فيها البيض. بسم الله، هنا البيض أنا دايرة فيه رشة تاع الملح مع السكر، الكأس ديال السكر، وغادي نطحنوا هذا الشيء. هنا بعد ما خلطنا البيض مع السكر كنضيفوا نصف كاس تاع الزيت وعصير برتقاله، كنرجعوا نحركوا الجميع، وهنا كننزلوا الخليط كله، وهنضيفوا ليه من بعد هنايا عصير حامضه، وغادي نبقاو كنضيفوا الدقيق يعني تدريجيا اللي غربنا من قبل. دقيق هاكم تقريبا هنا كي قلت لكم، يعني لقينا ناقص كنزيدو مع فيها الليمون، كتجي شويه في الاول خفيفه. هنا نزيد هنا الدقيق، قلت هنا تقريبا كاس هاكم، كنبقى نضيفو في الخميره. طاب الخليط على هنا كنضيف الدقيق حتى كيجيني القوام يعني بحال هكا، حاولوا ما تجيكمش خفيفه وما تجيكمش في نفس الوقت ثقيله. هنا خذت لي تقريبا 3 الكؤوس كبار تاع الدقيق الابيض. هنا غادي نضيفو يعني حتى الاخر، انا خليت قشر الليمون الحامض حتى الاخر باش كتبقى النسمه ديالهم. في هذه الاثناء انا شعلت الفرن على درجه حراره 180 باش غير هنحط يعني الكيكه في المول، وغادي ندخلها الفران. وهنا كناخذ المول اللي كندهنو بالزبده والدقيق، انا خديت هذا المول مستطيل، ممكن تاخذوا يعني الشكل اللي بغيتو نتوما. كنزيدو فيه الكيكه، نهزو يدينا شويه للفوق باش كتجينا شويه طالعه، هنا بعد ما نزلت الكيكه في القالب ديالها غادي ناخذها للفران اللي كيكون سخون من قبل على درجه حراره 180. من الاحسن في الاول نطيبوها غير في الاسفل، يعني نشعلو على الاسفل فقط حتى كتبنى الكيكه طابت وبدات كتحمر شويه من الجوانب، عاد كنشعلو على الفوق باش تطيب من الفوق، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. وهنا بالنسبه للسيرو اللي غنسقي به الكيكه، عندي تقريبا هنايا كاس عصير الليمون، وهنا 2 ملاعق من السكر السنيد اللي غنضيفهم ليه، يعني اذا كان عندكم الليمون حلو ما حتاجوش تضيفوا السكر. ودابا غادي نديرو في البوطه وكنبقى كنحركو حتى كيتقال. هنا كتشوفوا الكيكه ديالنا طابت وطلعات، انا هنا غادي ندفع على الفرن نخليها فيه لمده تقريبا 10 دقائق، نخلي محلو تقريبا هكا باش يعني ما نخرجهاش في الساعه تبرد غادي تنزل ليا. كنخليها مده 10 دقائق في الفرن ونطفيو محلول، ومن بعد غادي نسقيها بالسيرو. هنا بعد ما كنخرجوا يعني الكيكه ديالنا من الفرن تكون شويه باقا سخونه، هنا السيرو عندنا بارد كنضيفوه ليها، كيجي رائع فيها وكيرطبها، وكنزينها من في الفوق بالكوك، يعني كيبقى تزيين اختياري ليكم، كتجي هكا غزاله بزاف الطريقه، ريحه الليمون فيها غزاله. نقسمها معكم هنا من باش تشوفوا كتجي من الداخل رائعة، كتجي طالعة ورطبة بصراحة. نتمنى انكم تجربوا هذه الكيكة، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى كذلك لأول مرة كتلقى القناة ديالي دعمني بجيم وباشتراك، والسلام عليكم.